عاماني من الانقلاب على خيارات الشعب، وعاماني أيضا من إعلان مأرب أول منطقة صد لزحف تحركات الميليشيا. فحينما تداعى أبناء المحافظة بمختلف أطيافهم إلى تشكيل مطارح نخلة والسحيل، لم يكن ذلك التحرك مجرد ردة فعل عاطفية جمعت أبناء المحافظة إلى هذه المنطقة، بل كانت تلك الخطوة الأولى لتأسيس أول فكرة لمقاومة تحالف الانقلاب، وأول نواة من خلالها تم تشكيل وحدات الجيش الوطني. المنطقة الجغرافية التي أعلنت آنذاك رفع الجاهزية العسكرية في الحدود الغربية لمأرب، وأقامت بعد ذلك المطارح للدفاع عن المدينة من فوضى الجماعة الانقلابية، غدت اليوم أيضا حاجز دفاع عن النظام الجمهوري، كما أكد ذلك أبناء مأرب الذين أحيوا فعالية الذكرى الثانية لإقامة المطارح. مطارح نخلة أسست في تاريخ 2014 من أجل الدفاع عن الإمام، من أجل الدفاع عن الإمام. اليوم هذه الذكرى الثانية، وتعتبر مطارح نخلة أو مطارح مأرب، ما يسمى مطارح مأرب الآن صار مطارح، كانت مطارح المشهد حقت مطارح نخلة. نعم، هي تعتبر أول أسس للصمود. والمطارح هي فكرة لاجتماع اعتاد أبناء مأرب إقامتها إزاء أي قضية تأخذ حجما وطنيا، وقد تظل المطارح قائمة لأشهر وسنوات كما فعل أبناء هذه المحافظة إبان ثورة فبراير. تظل هذه الجغرافيا هي البوابة الهامة لحماية النظام الجمهوري، وعلاوة على كونها مدينة الحضارة والتاريخ، فإنها لم تتوانى في يوم عن واجب حماية المكتسبات الوطنية.